خالتها مستحيل تضرها. الهدف انه خالتها ما تقرب لها. بعدين احنا مو كنا متفقين انه عيالنا برا حربنا؟ ليه غيرتي الاتفاق؟ انت اللي كسرتي هالاتفاق. الفكره انا كان ممكن اردها لك واسوي في سمر مثل اللي سويتيه في هيفا، بس انا طول عمري احسن منك. وانا ايش سويت في هيفا؟ خديجة، حركات الاستهبال هذه مو بعلي. كل اللي صار في بنتي كان بتدبر منك. اسمعي، يا تتكلمي زي الأوادم يا تاخدي بعضك وتمشي، أنا اللي فيها مكفيني. على أساس أنتِ مو اللي دافة هالدكتور الزفت على بنتي؟ إيش؟ أنتِ جننتي؟ أقسم بالله لو بنتي غرقت معاه أكثر لا أوريك الجنون على أصولها. اسمعي، هو صحيح إحنا ما نحب بعض وبيننا حرب، بس أنا عندي بنت وأخاف على بنات الناس، واللي يسوي الحركات هذه واحد ابن حرام وأنا ماني بنت حرام. على فرض إني أنا صدقتك وقلت إنك أنت بريئة من هالموضوع كله، معقول ما انتبهتي؟ أنت عايشة في هالمستشفى أكثر من بيتك، فمعقولة ما شفتي هيفا؟ ما حسيت إن في شيء غريب؟ لا شفتها وسألتها، وكل مرة كانت تقول مرة جاية مع أم صاحبتها مرة جاية عشان صاحبتها عندها تسمم. وما جا في بالك تعلميني؟ وأنا إيش عرفني إنها بتكذب علي؟ أموت فيك كنت مسوية فيها مسكينة مراهقة تقدر تضحك عليك يا دكتورة. لما قلتي لي لقيت صهيب؟ لا لا تكفين، لا طالعيني كذا، الموضوع هذا بالذات أنا مالي يد فيه. عارفة الميزة اللي فيك إنك لما تضربي الضربة تعترفي، ما تسجليها ضد مجهول. طيب كيف أقدر أساعدك؟ ما بقينا أحد ما سألنا عنه، ما بقينا مكان ما دورنا فيه. ما عليه، راح يرجع صايب عاقل، هو شكله الوحيد العاقل في ذا العيلة المضروبة. تعرفه كم يوم لي مختفي؟ قلت لك راح يرجع، صدقيني، وانت راح تبشريني برجوعه. ايش اسم الدكتورة اللي عامر الأبهر؟